كوزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. مع أو ضد الكشف على الانتماء السياسي للإعلاميين؟ وي مع. شو ما انتمائك السياسي؟ والله أنا كنقول لك تقعد بيت هاني باش بيت هاي. أنا أقصى اليمين. أقصى اليمين؟ ما يمشي عاد تقول لي ديني وكله. أقصى اليمين شو معناتها؟ معناتها أقصى ليبرالي واليمين أقصى اليمين. ملاي أنا كنت في الفاق زادة. معناتها لو حزب سياسي أنت شنو؟ حتى واحد منهم تو انتخبت؟ انتخبت طبعا. شكون انتخبت؟ لا ما نجمش نقول لك. النهضة؟ لا والله لا. النهضة؟ لا النهضة ليبراليين راه. اما ساعات كي يدخلوا في حاجه اخرى انا ما انتخبتهمش بالعكس صحابي من النهضه. تقول لي انا من اقصى اليمين. شكون الحزب اللي حتى واحد راه شكون شوف. الحزب اللي عبر عليك انتخبت ولا ما انتخبتش؟ انتخبت. اي من شكون انتخبت اللي من اقصى اليمين؟ ما فماش من اقصى اليمين تقريبا اللي كي تحت 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 لوين مشيت؟ لا ما نجمش نقول لك. انا باش نعرف. لا ما نقولكش. لا حاجه سي بيرسونيل باش انت ننسى. انت انا ما انتخبتش البيجي مثلا. معناتها انتخبت المرزوقي؟ لا حتى واحد منهم. بين قيس سعيد ونبيل القرمي شكون انتخب؟ كيف ما انتخبتش حتى واحد منهم. فيتو عليهم الزوز؟ لا ما يقنعونيش الزوز. شكون السياسي؟ تقي يسمح ليه يقعد معانا في في شكون الناصر شكون الشخصيه السياسيه اللي تقنعك حاليا في تونس؟ الاقل سوءا. والله اذا نقول لك تقعد بيت وباش يوجوني يقول لك اشرف درشنيه اللي يعمل في السياسه يعمل في السياسه. انا في دارنا مره قالوه لي ترى احنا دارنا بنتميوا الى السياسه. تقول لي اكثر واحد يعمل في السياسه هو رجل غنوشي. دونك اكثر شخصيه سياسيه تقنعك هي مش تقنعني. يقنعني الخطر يعمل في السياسه. شوف انا سؤالي واضح. شكون اكثر شخصيه؟ مش معناها انا معناها مع افكاره. انت قلت لي شخصيه سياسيه تقنعك. كي تقنعني حتى واحد فيهم الاقل سوءا. حتى واحد الاقل سوءا والله. لا حتى واحد.